طبعا كنا بتمشى شفت واجهة الفندق، كان عبارة عن الواجهة حائط وفي زجاج كده في النص بشكل جميل يعني، فقلت نعملها مع بعض كده. هقول له انا عايز ارسم وول. هو السرعة بتاع الوول ان هو 8 متر. اوكي الواجهة هيت، وبعد كده عايز ارسم زجاج في النص، فاقول له اركتكتشر واقول له ارسم لي الوول اللي هي كرتون وول، وهتأكد بقى من الايديت تايب في اختيار كده اسمه اوتوماتيك امبيدد، وهم كانوا اول 7 متر، واقول له من هنا لهنا، فهو اوتوماتيك هيحط الزجاج في قلب الحائط بالشكل دوت 3D اهو. ممكن تعمله في الواجهة في 3D الشغل اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده. خليني اقول له احنا عايزينه رياليستيك شوية، وتعالى بقى ايه نحط بعض الرسومات. طيب كل اللي انا هعمله ان انا هقول له edit profile. خلي بالك لو عملت شكل مغلق جوه الشكل للزجاج فده يعتبر فراغ، انما انا عايز الحيطة هي اللي تدخل جوه الشكل، فممكن مثلا نرسم بعض الاقواس كده مثلا، وترسم مثلا قوس تاني او تعمل اوفسيت او تعمل كوبي او يعني ايه عدد لا نهائي من الاقتراحات. نقول له تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وقول له اوكي. هي دي الفكرة، ان الحائط يدخل جوه الشكل والزجاج يثبت في المنتصف بالشكل ده. باقي الشغل هو نفس الفكرة، يعني هاجي هنا في الزجاج، وطبعا هي الفكرة كلها ممكن تعتمد على يعني شكل معين بتقرره، نمط معين، هاتش معين، وهكذا. تقول له ايه البروفايل وتبدأ بقى تشوف، يعني احنا مثلا رسمنا هنا قوس، ممكن تكمل اقواس بتكمل بعض، ممكن تخليها على شكل ورود مع بعض زي ما انت عايز. يعني ممكن مثلا نقول له احنا عايزين هنا قوس من هنا لهنا ومن هنا لهنا بالشكل دوت، ومن هنا لهنا او تعمله على شكل مثلثات، مربعات، مخمسات، تعمله على شكل بيتزا زي ما انت عايز يعني مفيش حاجة ان هو ده الحاجة الوحيدة اللي تنفع تعملها، لا الامر مفتوح للخيال بتاعك. اوكي يبدأ بقى يظهر معاك بالشكل دوت، تبدأ بقى ايه تعمل تكرار للحاجة اللي انت عايزها، في الاخر يطلع شكل جميل لو النسب معمول بشكل كويس والتصميم معمول بشكل كويس.